إلى واشنطن ينضم إلي رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية. رامي أهلا بك. إذن بدءا من اتفاق مبدئي بين أرباب العمل وعمال أو النقابات العمالية لم يتم المصادقة عليه، ومن بعد تدخل فريق من إدارة الرئيس جو بايدن، ثم نصل إلى مناشدته للكونغرس لتفعيل تشريع يمنع عمال قطاع الشحن في السكك الحديدية من القيام بهذا الإضراب، وصولا إلى بيان من الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسة الكونغرس. ماذا في التفاصيل؟ مرحبا رغدة. الآن إدارة بايدن أمام خيارين في منتهى الصعوبة. الخيار الأول هو أن يترك الحرية لعمال سكك الحديد، عمال قطارات الشحن، أن يترك لهم خيار الإضراب، وفي ذلك تداعيات كارثية على الاقتصاد الأمريكي نظرا لخسارة ملياري دولار يوميا، خسارة ضخمة، ولا أحد يعلم إذا بدأ هذا الإضراب متى سيتوقف. أيضا هناك 7000، نتحدث عن 7000 قطار شحن تعتمد عليهم أو يعتمد عليهم تجار التجزئة في مختلف الولايات المتحدة الأمريكية، ستتوقف حركة البيع والشراء، هناك بضائع ستفتقد من الأسواق، هناك خسائر بالمليارات. إذن التداعيات كارثية إذا ما ترك بايدن أو تركت إدارة بايدن الحبل على الغارب لعمال السكك الحديد للإضراب. الخيار الثاني هو أن يتم تطبيق القانون الذي صدر عام 1926 والذي يجبر العمال على العمل ويمنعهم من الإضراب، وهذا في الحقيقة سيكون بمثابة وصمة عار على جبين الإدارة الأمريكية إذا ما فعلت هذا القانون، لأنه قانون يتنافى تماما مع كل ما تروج له الإدارة الأمريكية الديمقراطية من حقوق العمال ومن حق الإضراب ومن حق التعبير عن الرأي وحق التظاهر السلمي وكل هذا الكلام. إذن الخياران في منتهى الصعوبة الأمام إدارة بايدن، وهو اختبار حقيقي ربما لكن رامي أزمة يبدو جديدة أن تضاف إلى طابور الأزمات الموجودة أمام. يبدو أن مجلس النواب سوف يذهب إلى هذه المناشدة من جانب الرئيس بايدن، لأن نانسي بيلوسي قالت إنه مجلس النواب سيصادق على الاتفاق المبدئي من دون أي تغيير وسوف يحيله إلى مجلس الشيوخ. نعم، ما قالته نانسي بيلوسي لا يعني بالضرورة أنهم سيطبقون القانون الصادر عام 1926 والذي يقضي بمنع الإضراب العمالي، ولكنهم سيوافقون أو أن الكونغرس سيقر الاتفاق المبدئي الذي تم توقيعه ما بين النقابات وما بين أرباب العمل في سبتمبر الماضي، وهذا يعني أن هذا الاتفاق سيستكمل سريانه. وهذه هي المشكلة، لأن هناك بعض النقابات العمالية من إجمالي 12 نقابة عمالية يرفضون هذا الاتفاق أو لديهم تحفظات عليه، وإذا أضربت هذه النقابات العمالية فإن بقية الـ12 نقابة ستضرب معها، لأنهم يتحركون كوحدة واحدة. إذن مجرد توثيق، بالضبط مجرد توثيق هذا الاتفاق من جانب الكونغرس لا يعني شيئا بالضرورة بالنسبة للنقابات العمالية، وقد بالفعل يبدأ الإضراب في 5 ديسمبر أو على أفضل تقدير قد يبدأ في 5 أو 7 نعم. من يناير المقبل، وهنا تتأجل الأزمة قليلا، وهنا الإدارة الأمريكية تتمنى أن يحدث ذلك ليكون لديها المزيد من الوقت لحل هذه الأزمة.